ليش لحد الآن حكومة السيد الكاظمي ما فتحت تحقيق بهذه الأمور وبالحكومة السابقة وبالإخفاقات اللي صارت وهالشهداء اللي وقعت؟ شنو سبب دول مستقيلين سياسيين تقدر الآن تفتح تحقيق بهم؟ لا وراهم حزب ولا وراهم كتلة ولا عندهم نفوذ مثل قبل. يعني نحشي بالعمق غير مطلوب نحشي بالعمق بصراحة. بالتأكيد. يعني هاي الحكومة امتداد للحكومات السابقة، هاي الحكومة كذلك طلعت من عباءة هذه الكتل السياسية والقوى السياسية. هو ما قدر يعبر وزير واحد، كان يريد وزير الثقافة دكتور هشام وما عبر، وبعدين وزير ثاني وهم الآخر لحظة غيره. وزير واحد ما قدر يفرض، مو وزارة كلها انفرضت عليه وقبل. وهاي المصيبة. هو لو كان يتحدى ويصر من بداية التشكيلة، لا ما دام أنتم هو ليش قبلوا به ورادوا تغيير غير مأزق تحت ضربات الانتفاضة الباسلة، فمفترض يستفيد من هذه الضربات ويقول لهم أما تكون الحكومة حرة مستقلة كفوءة أنا أختارها وأنا مسؤول عنها وإلا ما أقبل. ذاك الوقت قد يجبرون على القبول سواء به أو هو خلى المنهج أو بغيره. محمد علاوي ليش ما قبل؟ كان يقدر يصير مثله. أما يسويها بملء إرادته وأما ما يقبل ذاك الوقت هم في مواجهة الانتفاضة ويكون عامل ساند للانتفاضة ويتذكر التاريخ. ذاك الوقت الانتفاضة تبقى تفرض شروطها، عند ذلك تأتي حكومة حقا مستقلة وكفوءة تحاسب القتل.